الأخ إبراهيم، مرحبا الأخ إبراهيم. سلام خويا. سلام خويا، أنا الإيميل ماركتينغ ما فاهم فيه والو، مي نقدر نتعلم حيت أنا عندي بيسي كونيكسيون، بغيت نخدم باغ انترنيت، ما عرفتش واش نقدر ننجح في هذا الدومين أو نو، باش كتنصحني وشكرا خويا عبد الكريم. خويا إبراهيم، انت اخي ابراهيم او اي واحد من الاخوه، مادام قلتي نقدر نتعلم، اكيد ان شاء الله وباذن الله تقدر تنجح. مادام قلتي نقدر نتعلم، يعني انت عندك ايمان انك قادر تتعلم، قادر تتعلم تساوي مباشره قادر تنجح. فما تخيلوش، يعني ما بغيتش واحد من الاخوه والاخوات يتخيل يعني ان الايميل ماركتينغ او اي دومين افر تكنيك يعني صعيب ولا فيه شي تعقيد ولا. لا، هو ما صعيبش، انما العلم بالتعلم. يعني الا تعلمتيه وكان عندك لي ديتاي تكنيك وحطيتي داك التعلم ديالك، يعني داك النوليدج، داك المعرفه اللي عندك، يعني حطيتيها في الاكسبيريونس، في التجربه، فلا بد من داك المعرفه اللي عندك غتحول لخبره، فهمتيني، غتحول لخبره، وديك الخبره غتنمو وغتطور، ولا بد داك الخبره لا نمات وتطورات الا وغتحول لعائدات، فاوتوماتيكمون عندك ولله الحمد مطلق القدره على النجاح، لان الله تعالى عطاك عقل، فهمتي، وداك العقل تقدر دير به اكثر من اي حاجه تصورها. فنتمنى انني نكون جاوبت الاخ ابراهيم. ثاني حاجه، تنصحك تبدا بروفيسيونيل، يعني ما تشتتش راسك في الانترنت. اغلب الاخوه اللي ضاعت لهم 5 سنين من حياتهم او اكثر غير في التخربيق، ضاعت لهم بسبب انهم كيعتمدوا على يعني التعلم العشوائي، التعلم الغير المؤطر، التعلم الغير موجه، يعني اللي ما تينبانيش على تقطير. فداك التعلم تيضيع لك وقت بزاف، وتتبقى تعاني من الفشل المتكرر لواحد المده طويله، حتى تقول لا دابا خصني نمشي نقرا بروفيسيونيل. الله ما كنتي ديرها من الاول. وتنذكر كاع الاخوه والاخوات اللي مسجلين في القائمه البريديه الاكاديميه، تسجلوا من خلال الرابط الاول الموجود في وصف هذا الفيديو اللي كتشوفوه، وكاع معلومات التواصل معايا والاتصال غتلقاوها حتى هي في ديسكريبشن الفيديو.